مرة أخرى أهلا بكم إلى التفاصيل، نبدأها مع ختام القمة، حيث ينهي الزعماء والقادة العرب أعمال القمة العربية 26 اليوم الأحد بإصدار بيان القمة الختامية المعروف بإعلان شرم الشيخ، الذي يتضمن القرارات التي اتخذها القادة العرب في القمة، وعلى رأسها القوة العربية المشتركة ومصير العمليات العربية العسكرية في اليمن ضد الحوثيين والقضية الفلسطينية وعدد من القضايا الأخرى.